شجع شجع. لا تعبر يا متى. Good evening, Alex. Congratulations, a derby win in the 90 plus minutes against West Rifa. Yeah. Good evening, Raheem. Thank you for the congratulations. And yeah, it was a good game. We pushed ourselves to win, of course, as every other game, and we were playing as a team. What was the game plan coming into the game? Was it a defensive one? Because in the first half, to be honest, both teams were even. But in the second half, we saw a bit of changes. So what was said coming into the game? The first half, our
game plan was as usual, to press, you know, to play. We used the same tactics as usual, even the formation did not change much. Our focus was, as I said before, to win. And but through the in the second half, as you said, you saw some changes. The change was one of the coaches, they thought of a different pressing technique, and we applied that, and it started to work really well, and we adapted to it throughout the game, and then the impact came towards the end. Coming on in the second half, we saw a big impact from yourself defensively on the right-hand side. What was said to you from the manager coming in? As usual, to come in, play the toughest you can, play your best game, and of course to keep the ball out of our nets and to make a difference. And we did that, I would say. I played pretty well, personally, I think. And though today it wasn't our best play, we played as a team. That's what pushed us to win the game today. So that's about it. Alex, congratulations again, and all the best in the next game against Al Ittifaq. Cheers. Thank you very much. الله الرحمن الرحيم. كابتن عبد الرحمن مبارك. أول شيء حاب أبارك لك ألف ألف مبروك الفوز في الديربي أمام نادي الرفاع الغربي. أول شيء الله يبارك فيك أخوي. طبعا في البداية أنا أشكركم على تقديمكم المباراة. مباراة اليوم استمتعنا فيها. الحمد لله رب العالمين. اللاعبين اليوم قدموا مباراة جدا بطولية كانت. يمكن إحنا اليوم ما كنا في المباراة في الفورم اللي إحنا متعودينها, لكن أظهروا اللاعبين روح في الملعب داخل الملعب, هي اللي من بعد توفيق الله اليوم في المباراة فوزت. كابتن, في الشوط الأول طبعا كان هناك تكافؤ بين الفريقين, في الشوط الثاني الرفاع دخل بعزيمة, شفنا إرادة الرفاع, شفنا هجمات من الرفاع الشرقي, وش تغير في اللاعبين بين الشوطين؟ هو شوف مثل ما تفضلت أنت, الشوط الأول كان في أفضلية نسبية, نعم في أفضلية نسبية للرفاع, يمكن الرفاع كان مستحوذ الشوط الأول أكثر, لاعبين ما كانوا في المستوى. عطيناهم التعليمات بين الشوطين واللاعبين ما قصروا, بالشوط الثاني طبقوا التعليمات وحذافيرها. لكن ارجع واقول لك انا ان اليوم لاعبين ما قدموا ربع مستوى المستوى اللي احنا نعرفه عنهم, لكن في بعض المباريات انت يمكن ما تقدم مستوى فني لكن روح تخليك تفوز المباراه. اليوم لاعبيننا كانوا رجال داخل الملعب. ابارك حق لاعبيني وحظ اوفر حق اخواننا لاعبين الرفاع, قدموا مباراه جدا كبيره. كابتن, مباراتين مهمتين اللي هي اليوم وبعدين المباراه الجايه امام الاتفاق خارج ملعب الرفاع الشرقي, كلهم خارج القواعد, بس هم مباراتين مهمتين في مشوار الدوري. طبعا اكيد انت اذا تبي تكون بطل لازم تنافس في جميع المباريات. احنا توعدنا من الموسم اللي راح ان جميع المباريات اللي نلعبها بنظام الكؤوس, اللاعبين فهموا الفكره اللي احنا نبيها منهم. احنا كجهاز فني او جهاز اداري زرعنا هذه الفكره في اللاعبين, قاعدين نلعب كل مباراه. يعني هذه المباراه اليوم احنا فزنا فيها الحمد لله, الحين عد العده حق المباراه الجايه مباراه الاتفاق, وان شاء الله لكل حادث حديث. كابتن, كل التوفيق من المباراه الجايه, يعطيك الف الف عافيه. شكرا. الف مبروك كابتن. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن احمد الدوسري, فوز في الديربي امام الرفاع الغربي لناشئين نادي الرفاع الشرقي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم, والله يبارك فيك. الحمد لله توفقنا في المباراه, قتلنا لآخر دقيقة, ومن توجيهات المدرب قدرنا نسجل في آخر الدقائق وناخذ اللي هو الأهم, الفوز. كابتن, الفوز الثالث على التوالي للرفاع الشرقي أمام الرفاع الغربي في الديربي لفئة الناشئين. والله الحمد لله موسم اللي طاف لعبنا ضدهم مرتين, سوى فاقنا وفزنا عليهم, هذه اجتهاد وإحنا نحصده في الملعب وبس. الله وفقنا اليوم بعد وخذينا المباراة. كابتن, اكيد المباراه اليوم كانت صعبه يمكن للرفاع الشرقي, لكن الرفاع الشرقي واصل سلسله الشباك النظيفه. المباراه الثالثه على التوالي ما يستقبل اي هدف. هاي والله توجيهات المدرب وتدريباته لنا, واحنا نطبقها على الملعب ونسوي اللي يقوله لنا, والحمد لله موفقين والمباراه, والله يوفقنا في اليوم ان شاء الله. كابتن, يعطيك العافيه, كل التوفيق في المباراه القادمه. يعطيك العافيه. الله يعافيك.